تمام سعادتك، متشكرين قوي 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 سعادتك، متشكرين قوي يا باشا، شكرا، مع السلامة. سلام. هو انت بتخطط لايه حرق بدماغك اللي كلها سم تعبين دي؟ خطط لايه انت عبيطه يا نوجة؟ انا خططت ونفذت وشطت ومستني الجون كمان. الحكومة كبست على بيت كمال باشا اللبات. ألف بارك، انت بقى تستفاد ايه؟ انا زقيت رمضان على هوجن. اه. وبلغت على رمضان انه هربان من الحكومة. وبلغت على هوجن ان هو ان رمضان عنده. وحطيت لي عيون هناك عشان اول ما رمضان يوصل ابلغ الحكومة. ماشي، انت عايز الحكومة تقبض على رمضان. بردك هتستفيد ايه؟ يا بت يا غبية، يا غبية. دلوقتي رمضان هيروح عشان يقتل هوجن، يبقى فيهم واحد هيخلص على التاني. ايوه، كبست الحكومة، خدت واحد منهم على المشرحة بإذن الله يعني، وخدت التاني على العشماوي بإذن الله برضو، ونبقى خلصنا من الجوز. يخرب بيت دماغك يا حراق، ده الحمد لله رب اللي انا مراته، مانيش عدوات ومحدش ضامنه. سم والله سم، احمد ربنا قوي. الحمد لله، بس انا بحبك انت عارف. بس بقولك ايه، قول انت رايحة فين بشكلك ده؟ يعني رايحة لأمك، أجيب الواد كرم أخويا. بقى ما تخافش، مش هجيب لها سيرتك. لا جيب لها سيرتي، قولي لها لطفي رجع ليبيا تاني. في ايه؟ في ايه؟ مساء الخير، أنا حورس. حاجة؟ لا لا بغير، والنبي في ايه يا عم؟ ليه؟ ليه؟ كده حرص دي أول مرة تتضرب فيها لوحدك يا صاحبي، بس بيتهيألي برضو دي أول مرة أضرب فيها حد. أسره، الورق اللي سرقته من عند بهلول وديته فين يا حرص؟ قلت لك ما لقيتش حاجة في البيت. اديله. انت دلوقتي عايز تمشي في اليمين، بتكذب ليه؟ ده انا اعرفه، ده انا اعرفه ان اللي بيكذب بيروح النار. فين الورق اللي انت سرقته من عند بهلول يا حورس؟ يا يمين يا نضيف يا حلو. قلت لك اديته لهوجن عشان يرجعه لكمال اللبات. الله، ده حلو قوي الكلام ده، معنى كده ان الورق باعها خلاص، كده مش هيرجع تاني. وماله؟ يلزمكم في حاجه؟ لا. حد عايز منه حاجه؟ بجد والله، انا اصل انا مش بقول اي كلام، انا بتكلم بجد، لو حد عايز حاجه. طب ما تمشوه. الف الف مبروك، الف مبروك يا حورس. انت دلوقتي اسمك اتكتب في الكراسه بتاعت لطفي الحراق بالقلم الاسود، في صفحه اللي زعلان منهم قوي. بصوا بقى، انا عاوز شغلنا كله الفتره الجايه نشتغل فيه بمبدا عم سمكه البقال، اللي هو ايه؟ بيع كتير واكسب قليل، تكسب كتير. اخبار الاعلانات ايه؟ احنا حطينا يا مستر لطفي ميزانيه في اول 3 شهور تكلفتها 10 مليون للتلفزيون والاوت دور. نهارك اسود. 10؟ انت قلت 10 مليون جنيه؟ ده بتقول لك 10 مليون جنيه يا لطفي؟ دي سرقه والمصحف، ربنا ما رضاش بكده. وكتاب الله بيستكردوه. 10 مليون جنيه يا لطفي؟ ده احنا لو قعدت انا وانت نصرف فيهم طول عمرنا لحد اما نموت مش هيخلص. خلاص بيسرقوه. خلاص براحتك براحتك. والله حلو، يعني اللي انت قلتيه ده حلو مش بطال. بس على اتفاقنا بقى، زي ما قلت لكم، مفيش اعلان ينزل الا بالخلقه دي عليه. انا عايز وشي يبقى هو العلامه بتاعت الشركه، انا عاوز ابقى اشهر من محمد هنيدي نفسه. عارفين الراجل الخواجه اللي حاطط شحنته بالسكسوكه على كل فرخه بيعملها؟ انا عاوز وش لطفي الحراق يعلم على وش الراجل ده. نعم يا حبيبي. كنت عايز اقترح لحضرتك نضيف منتج جديد لمجموعه الكيكات اللي بنطلعها. كنت عاوز تقترح عليا اقتراح؟ اتفضل يا حبيبي اقترح. وماله؟ كيكه بالقرفه، فكره جديده جدا والناس اكيد هتحبها. كيكه بايه يا حبيبي؟ كيكه بالقرفه حضرتك. لا حلوه يا لطف. طب انا اسف يا فندم، ممكن اعرف حضرتك اعترضت ليه يا فندم على الفكره؟ ما بحبش القرفه انا. انا ما بحبش القرفه. تمام حضرتك. ماشي يا حبيبي؟ تمام. قوم اقف يا بابا كده، عايز اتكلم معاك. اسمك ايه يا حبيبي؟ مروان، مراقبه جوده حضرتك. مروان مراقبه جوده؟ ده اسمك بالكامل يعني؟ لا ده اسم الوظيفه حضرتك. طب بص يا عم مروان، لو عايز تفضل تاكل كيك معانا هنا في الشركه ما تسالنيش كتير، عشان انا ما بحبش حد يسالني ولا يراجع ولا في اي قرار اخده.
من الاخر يعني كلكم هنا موجودين عشان تهزوا دماغكم وبس، ومحدش يقول لا على حاجه، اي حاجه اقول عليها يتقال حاضر وخلاص. نهز دماغنا يا عم مروان، نهز دماغنا جميعا. اهز يا لطفي. هز يا حبيبتي. اوعى يا ولد مش عارف انا مين، اوعى اخش في ضهري. فاتح لي شركه ومراتك العقربه عقربه فينك يا بعيد، وسايب لامك مرميه لا انت عارف اذا كانت عايشه ولا ميته. والله العظيم كنت هجيلك والمصحف بقيت بس عشان مش هينفع اللي بتعمليه. يا ولا انا حفقت شقيت مسحت شقق وسلال اللي عمل يا ادم كل ده وطلعت ايه محلفه رئيس عصابه انا. بس معايا بقى يا ما كنت هجيلك، انتوا بتتفرجوا عليا ما تطلعوا بره. الله الله الله، ايه بره؟ يا لهوي بره. يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، ده فجأة كده. يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، يا ستر يا رب. اجعلنا بس 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 بقى مش هينفع كده، بس بقى كفاية سويت. أول مرة تشوفوها بتضرب بنتها بالشبشب. تضربك بالجحمة أنا بولدي كتير. يا بركة شبشبك يا أما، يا بركة شبشبك. الحقيني يا ولد، الحقيني يا ولد. يا كمال باشا، تحت أمر سيادتك، أنا بس أخلص موضوع الولادة ده وأجي لسعادتك على طول. بس يعني أنا نفسي في طلب صغير من حضرتك. دعوة. دعوة صغيرة بس عشان المولود والمدام يبقوا بخير مش أكتر. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ريس في حفظ الله، مع السلامة. مع السلامة. لا لا خليك هناك دلوقتي. ايه يا واد يا لطفي المستشفى الهلومة دي؟ الله، والمصاريف دي كلها تولد البت المقشفة دي بخمسين ألف جنيه؟ الله صحيح، ما هي كلها فلوس حرام. حرام ايه بقى ياما؟ ما تقعديش بقى تقول اي كلام بقى، مفيش فلوس حرام ولا حاجة. ياما ابنك دلوقتي من كبارات البلد. اللي هو العين عليا قد كده كمان، عشان كده لازم لما اجي البس البس لبس الناس اللي فوق، اكل 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 الناس اللي فوق، اجي اخش مستشفى بقى اخش مستشفيات الناس اللي فوق، تعلى بقى في عين الناس اللي فوق. يما بقى ما تقعديش بقى كل حاجه، انت كل حاجه بتظلميني كده. طب انا في الاول مش كان بهلول ده لما جه كنت انا مستجدعه ومستغلبه وسكنته في المخزن عندي وكان على يدك، صح ولا غلط؟ صح، وانا من الاول هرشته وقلت لك خلي بالك يا لطفي الراجل ده تعبان. هرشتيه من الاول؟ ماشي ماشي يابا. المهم ابتدت بقى ايه تبان على بهلول الفلوس، سكت انا ما سكتش، طقصت. عرفت ايه ياما؟ تخيل لي كده بدماغك. ايه يعني؟ عرفت ان بهلول هو اللي بعت لي الناس الحراميه اللي سرقونا انا واصحابي واحنا راجعين من ليبيا وخلصوا على فلوسنا كلها، عشان كده قررنا ان احنا نروح ناخد منه الفلوس بتاعتنا ونفتح شركه سوا. يعني الشركه والهلومه دي كلها مش بتاعتك لوحدك؟ لا ياما بتاعتي لوحدي، ايه ده الموضوع كبير قوي ياما، ده فلوس شركه. شركه ياما. ها؟ اللي انت ضربتيني بالشبشب قدامه، ما انت شفتيهم وعارفاهم. ويعني انت كبرت يعني على شبشب امك؟ بس برضك كان لازم أن تيجي وتفهمني وتفطمني، مش تسيبني على الغمايه كده. وراسك يا مصر. اوعى كده. ايه اللي انا مش عارف نوجة اتأخرت ليه كده؟ انا مش عارف. انت عبيط يا ولا؟ قيصري، قيصري دي يعني فتح بطن. طيب ماشي. يا دكتور خير؟ طمني. الحمد لله. جالك ولد زي القمر. الأم بس حصل لها شوية مضاعفات نقلناها تحت الملاحظة، لكن اطمن كل شيء هيبقى تمام. مش مشكلة، مش مبروك. مشكلة، شكرا، الله يبارك فيك، متشكر. ما تطلعناش بقى هنا عشان هنا مستشفى خاص. أنت حلوة وزي الفل. كان لازمتها إيه يعني حبتين السواكة اللي أنت عملتيهم تحت دول؟ يا عم ده البنج كنت متبنجة، وبعدين ده أنا في سبع ترواح، الله أكبر في عينك. مش مهم، أهم حاجة إن الواد طلع عسل قمر. شبهي بالظبط. شبههم. هنسمي إيه يا لطفي؟ قدامك ثلاث اسامي. ما تقولش الحراق، مش هسمي حراق يا لطف. يبقى اسمين تختاري منهم. ها؟ يا بلبل يا مشمش. ما تهزرش في اسم ابنك يا لطفي. عارف هنسميه ايه؟ ايه؟ هنسميه كمال. على اسم الباشا الكبير اللي انت شغال معاه. يوم الراجل يفكر انك بتحبه وبتخلص له، يقوم واخدك تحت جناحه ويطير بيك. اشتريت. هاتي الواد هشوخه شويه. خد بس سمي الاول.
بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي ايدك تحت دماغه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه كيمو حلو، حريقه صغيره حلو. بتشبلي لولي. يامك راحت فين يا لوكس؟ لا امي. الزهرة. لا ما انا بعتها البيت تلم الحاجه. خلاص بقى عشان تيجي تقعد معانا. الهرم مش مقامها دلوقتي، وبعدين برضو تلعب مع كيمو وتتبسط بيه. تيجي تقعد معانا. لا صح، الحاره مش مقام امك، مش شبهها. ايوه امال ايه؟ بعيده عنها. ادي يا بولا، ادي يا كيمو. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. لا ما شاء الله، ده في تحسن جامد قوي. الله يخليك. بعد اذنك. وجه يا بولا يا بير. لا كيمو يا حلو. بالراحه على الولد يا استاذ لطفي، ده لسه عظمه طري. عظمه طري؟ عظمه طري ايه بس يا دكتور؟ ما انا لازم معاه كده عشان يخشن كده وابقى راجل زي ابوه. اصل ابن سبعه زيي. ابن سبعه ازاي يعني؟ سبعه اشهر يعني يا دكتور، ما انت فاهم الكلام ده؟ لا حضرتك، ده نازل في ميعاده بالظبط. نازل 39 اسبوع. طيب ما 39 اسبوع، ما يعني هيطلعوا كام؟ مش واخد بالي. لا يظهر ان حضرتك يعني من كتر الفرحه ما حسبتش كويس. 39 اسبوع دول يعني 9 شهور ويوم. ايوه صح. يبقى انا كده حسبتي كلها غلط. هستأذنكم انا. الف مبروك. اتفضل يا دكتور. الواد اللي في ايدك ده 9 اشهر، وانا وانت متجوزين بقالنا 8 اشهر. الواد ده ابن مين يا نوجة؟ الواد ده ابني. ابني ابني يا لطفي. ابنك من مين؟ ابني من هوجن يا لطفي. ابن هوجن. اوعى بقى ايدك بقى، اوعى عشان الولد. اوعى. انت بتتجوزيني وانت حامل من هوجن؟ ما انت اللي استربعته وما صبرتش لما العده تخلص. وانت مش قلت لي ان انت متجوزه هوجن جواز عرفي وما فيهوش عده وقطعتي الورقتين؟ خلاص يا لطفي، خلاص بشوقك اقول لك حاجه. طلقني بقى وانا هاخد الواد واروح بلابوه. ليه؟ وانا ارجعك لهوجن وعليك عيل هديه؟ سيب الولد. الواد ملوش ذنب. اوعى يا لطفي. اوعى الولد. مساء الخير. الله مبروك يا مدام، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا باشا. والله العظيم يعني كمال باشا والست الهانم هنا، يعني دخلتكم عليا دي بتفرحنا اكتر يعني من كيمو ابني. انت خلاص يا لطفي بقيت واحد من العيله. لميس كانت جنبي لما انت كلمتني، صممت ان احنا نيجي نزوركم في المستشفى. الله ست الكل. والله العظيم انت بتفضله. اتفضل يا كمال باشا. مش هينفع مبروك. الله يبارك فيك يا باشا، نورتنا. الله 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 بسم الله ما شاء الله. قمر خالص. ايه ده، سميتوه ايه العسل ده بقى؟ انا اللي سميته. انا هسميته كمال عشان نتبارك باسم الباشا بقى. يطلع بقى جدع كده وراجل وكريم. كريم كمال ايه؟ كمال ايه ده؟ اسم كبير وقديم، محدش بيسمي الاسامي دي دلوقتي. ازاي بس يا كمال باشا، ما مصيره يكبر والاسم يبقى عادي بالنسبه له. طب والله العظيم لو لسه الاسامي المركبه دي شغاله كنت سميته كمال باشا اللباد. كمال. طب خد دي نقطة كمال الصغير. الله والله. ودي بقى حاجة بسيطة كده يا مدام نوجة. كمال بيقول إنك بتحبي الهدايا. حلوة قوي يا مدام لموسة، ده دهب أبيض ده ياركة. ده ألماز إيراد. ألماز. أيوة ألماز، باين عليه. كلنا بنحب الهدايا. تسلم إيديك يا حبيبتي. كل الستات بتحب الهدايا. واضح إن كمال الصغير رزقه واسع قوي. يا رب يا رب. طب وكتاب الله يا لطفي، ما كان قصدي استغفلك ولا اضحك عليك. ده انت سيد الناس وسيد الرجاله كلهم. ده انت الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي يا لطفي. طب انا لو مش حباك كنت اتجوزتك يعني اول ما هوجن غار؟ وربنا ما كنت اتجوزتك لو مش حباك. بقول لك ايه؟ من الاخر كده، يا انا يا الواد اللي في ايدك ده، انا مش هلبس ابن هوجن. الله، طب انا كنت اعرف مين هو ابنك ولا ابنه؟ طب والمصحف كنت فاكره ابنك انت؟ والله العظيم. طب اقول لك على حاجه، لو مش عاوزه طلقني وانا هرجع لهوجن بقى، وهو الواد يتربى بين امه وابوه حتى نفسيته تطلع مظبوطه. وده اخر الكلام اللي عندي يا لطفي. دي بقى الحاجه اللي بعد اخر الكلام. الواد اللي في ايدك ده هيموت وهيتعمل له اكبر عزا في مصر. هيتعمل له عزا يليق بابن لطفي الحراق. بعديها نبتدي انا وانت على نظافه. طب اسمع يا لطفي، الواد ده لو هوبت ناحيته موته هتبقى بموتك. وبابا ورينا هتلحق على روحك ازاي من هوجن لما يعرف انك قتلت ابنه. ما انا هقول له مش هسكت. ولا رمضان فاكره؟ اما يعرف انك قتلت ابو زيد قريبه
ولا الحكومة بقى اللي هتاخدك مقشر لعشمة وما تعرف انك قتلت الجوز؟ ايه نوجة؟ في ايه يعني؟ ايه ده كله؟ كنتش يعني متصور ان انت يعني قفشة في الواد قوي كده يعني. وبعدين ما انت عارفة كويس يعني انا ما اقدرش على زعلك، وانت برضو الستر والغطا. انا مش عايز قلق اليومين دول، خصوصا يعني ان انا لسه على اول سلم الكبار، وهوجن عمره في حياته ما هياخد اي حاجه مني. تاخدي اللي بعد اخر الكلام يا نوجة؟ سمعني يا لطفي. الواد ده ابني وهيكتب باسمي. طيب لا لو كان كده بقى يبقى انت لطف حبيبي، لطف الحراق، سيد الرجاله وسيد الناس، وليك عليا اخوهولك واجيب لك بدل عيل دست. يبقى انت خلفت دسته وممكن خلف عيل، يبقى مين اللي اجدع؟ الحراق.